الاولاد. اي اسئله تاني؟ لا يا مستر. مستر احنا ممكن نصورك؟ يا ريت، اصل انت في النيو لوك ده رجال منين؟ والله ما عنديش مانع. ايه يا دودي مالك؟ مش مركز انت خالص النهارده من ساعة ما انا دخلت. اتكلم بصراحة. طبعا اتكلم بصراحة، احنا مش متعودين ان احنا نتكلم مع بعض بصراحة يا دودي. انت اللي مش عاجبني يا فاطين. انت قصدك يعني علشان اللبس اللي انا لابسه ده؟ ايوه. ما انا يا دودي لو احكي لك هتعرف ان انا لبسته غصب عني. ما انت عارف فاطين. بس حاجة غريبة قوي يا دودي. انت الوحيد اللي مش عاجبك اللبس ده مع ان كل زمايلك عجبهم قوي. علشان انت علمتني انظر للجوهر مش للمنظر. عندك حق، بس ما تزعلش، انا فطين من جوه ما اتغيرتش. اوعى يعني تكون فاكرني فرحت لما طلبوا يصوروني باللبس ده. بالعكس يا دودي، انا اكتشفت ان المظهر الخارجي للاسف ليه تاثير كبير قوي اليومين دول. انا بحبك قوي يا فاطين. وانا مش زعلان منك يا دودي علشان قلت لي الصراحه. وكما قال لاو تسي، الكلمات المخلصه لا تكون رقيقه. والكلمات الرقيقه لا تكون مخلصه. برافو عليك يا دودي. بس سيبك انت بقى، ها قول لي ايه رايك وانا بقى لابس كاجوال كده، مش جامد؟ جامد قوي. لمياء بقى، لمياء يا حبيبتي اضحكي بقى في وشي بقى. ده انا فاطين حبيبك. لمياء اضحكي طيب وانا هصالحك. ما انا عارفه هتصالحني ازاي، هتوديني الاهرامات تفرجني على عظمه الاحجار الكريمه في الهرم. لا يا لمياء، المره دي بقى هوديكي المتحف، هوريلك هناك كام تحفه ما يتغيروش عنك. تحفه؟ انا تحفه يا فاطين؟ لا لا ما لا ما انت لسه دلوقتي قايل ان انا تحفه. لا لا تحفة تحفة حلوة يا لمياء، تحفة قمر قمر. فاطين نعم. عارف لو ما قمتش من جنبي دلوقتي انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ والله العظيم تلاتة هطلع جناني عليك وهمسكك اكسرك. لا 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 خلاص خلاص انا عارف يا ست خلاص. يلا امشي امشي. حاضر. ايه ده؟ مجنونة جامد دي قوي. عم علي عاجبك؟ عاجب حضرتك يعني ده؟ لا طبعا مش عاجبني. بص يلا انت لازم تدق على الحديد وهو سخن. مش فاهم انا يعني قصدك ايه؟ يعني لازم تبقى جامد حامش، انت دالع وخرع، ايه الحاجات دي؟ عايزك تبقى اسد. اسد. ماشي عندك حق والله يا عم علي. هوريك بقى الاسد دلوقتي. وريني بقى الاسد. بس ما تزعلش عشان دي بنتك. ها على فكره بقى يا كريم، انت كنت رائع، تجنن فظيع. تعال نشرب حاجه في الكافيتيريا. تعال هنا يا هانم. رايحة فين؟ وانت مالك؟ مالكش دعوة. يعني ايه مالكش دعوة يا لمياء؟ انت مفكرة نفسك ايه؟ مخطوبة لمين يعني؟ الفطين مدرس الدراسات الحلو. امشي يلا كريم من هنا، امشي. لا حبيبتي انا في وقت الجد ببقى اسد. سيب ايدي يا فطين بدل ما هكسرك، وانت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي. اهو هتعملي ايه يعني يا لمياء؟ عايز تعرف هعمل ايه؟ ايه؟ تعالي. ايه رايك بقى؟ اعمل فيك ولا لا؟ والنبي زبيدي زبيدي وجعني قوي وجعني. مش هسيب، وريني هتعمل ايه. طب سيبه نسيب، سيبه نسيب. مش هسيب. ها عم علي عاجبك كده؟ عم علي عاجبك كده يا بابا؟ رد عليه. ايوه عاجبني يا لم يا بنت، عاجبني. يلا امشي. هو ده كل اللي حصل يا عم انس من ساعه ما نزلوني الفجر لحد دلوقتي، واللي زود الطينه بله بقى اللي عملته فيا لمياء حبيبتي. انا بصراحه فوجئت، كل ده علشان غيرت لبسي؟
طب كل كل يا فطين، تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. لا يا عم انس، انا الحمد لله كلت، بس كلت ضرب، مره من الششتاوي ومره من شيكو مدريد ومره من لمياء حبيبتي. تخيل يا عمي لمياء، انا بصراحه فوجئت كل ده علشان غيرت لبسي. اللي بصراحه فوجئت، بصراحه فوجئت، ما انت من يوم ما خطبتها وهي كده ومش هتتغير. بس انا النهارده فوجئت يا عم انس، وكلكم بقى، والواد اللي اسمه كريم ده كوم تاني خالص، لازق لها كده وفاكر نفسه حليوه، قال ايه علشان بيمشي لي على الحبل. يلا يلا بس يا فاطين، كوري انت البساره بقى وقول لي. قول لي قول لي ايه رايك في البدله دي؟ الله، لا حلوه حلوه قوي قوي. ايه الشياكه دي؟ وحضرتك راح تتصور؟ اتصور ايه بس يا فاطين؟ لا، اصل مدام اشجان اتصلت بيا، هي كل ما بتيجي المانيال بتيجي تتصور عندي، قالت جايه بكره. تعالى تعالى بص بقى، دي صورتها وهي في الثانويه العامه. دي؟ ودي صورتها لما اتخرجت من الجامعه. دي؟ دي صورتها لما جت اتصورت عندي اول مره. بس عامله ازاي؟ مكسوفه قوي قوي. ودي بقى اخر صوره اتصورت عندي، بقالها سنه فاتت. ذكريات عبرت افق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي. ياه، ده انت بتحبها قوي يا عم انس، طلع رومانسي زي ابن اخوك فطين. ما قلتليش بقى، ايه رايك في البدله؟ لا حلوه قوي بصراحه يعني، بس انا مستغرب يا عم انس، ازاي حضرتك يعني بتحبها كل الحب ده وما قلتلهاش طول السنين اللي فاتت دي؟ من اول مره دخلت المكان ده خطفت قلبي، قعدت اصور فيها يجي ساعه واتلكع عشان تفضل اطول فتره ممكنه قدام عينيا، وكل ما اديها ميعاد عشان تستلم الصور اجله تاني يوم عشان اشوفها تاني. وهي يا عم انس ما حسيتش انك بتحبها؟ مش عارف، بس انا متهيألي يعني ان انا كنت حاسس ان هي حاسه بيا قوي يعني. طب ما قلتلهاش ليه يا عمي؟ وخلصت وخلصتنا. كل ما كنت اقول لها الاقي نفسي مش قادر، لحد ما اتخرجت واتجوزت وخلفت وولادها اتجوزوا كمان، وبعدين جوزها توفى، قلت فرصة. بس ده فات 25 سنة. 25 سنة؟ يا خبر أبيض يا عمي، ده روميو بجلالة قدره قعد يحب في جولييت هم شهرين مفيش غيرهم، وبعد كده موت نفسه. بس ما تقلقش، لسه في أمل. بجد يا فطين؟ أيوة يا عمي بجد. بص يا عمي، طول ما هي مفيش حد جنبها زي اللي اسمه كريم ده يبقى في أمل. صدقني يا عم أنا حاسس بيك، وكما قال الشاعر: لا يعرف الحزن إلا كل من عشقا، وليس من قال إني عاشق صدقا. بعدين يا حيلة يا نيلة، وبعدين يا عار العيلة. أنا مش عار يا بابا، وبعدين أنا خلاص تعبت، ممكن بقى أدخل أوضتي؟ يعني زمان الدنيا كلها عرفت إن أنا اتثبت في محل الششتاوي عشان أنت خيخة، سبتهم يحطوك في شوال. أولاً أنا مش خيخة يا ميشو، ثانياً أنت كل اللي همك منظرك وبس، مش همك بهدلة أخوك. ثالثاً بقى، لما أنت زعلان قوي كده ما نزلتش أنت ليه؟ ما تتكلم عدل يالا، بدل ما أقوم ألطش لك. تلطش لي مين يا ميشو؟ تلطش لنا؟ ده أنا أخوك الكبير يا ميشو. صح، انت اللي خليك تقول كده قدام ابوك، خلينا صدقك. قوم يا ميشو لطشلي، قوم لطشلي، ما انا بقيت ملطش النهارده. قوم يا ميشو. خلاص بقى يا فطين. الله الله، يلا ادخل اوضتك دلوقتي. حاضر 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 يا ميشو، ما انا لازم اقول حاضر يا بابا عشان تحسوا بالانتصار. حاضر هدخل. استنى. نعم. ما تزعلش يالا، انا مش يالا. خلاص بقى ميشو، بص ما تزعليش تاني، ما تنساش ان انا اكبر منك بخمس دقايق ميشو، مش كده يا بابا؟ والله ما انا فاكر مين نزل قبل مين. طالما عمل شغل جامد معاك في المدرسه، لدرجه ان لمياء خطيبتي سابتني يا ميشو
عندي ليك طقم تاني يرجعها لك. لا يا عم كفاية قوي لحد كده يعني، كفاية اللي جرالي وانا بالطقم ده. تصبح على خير يا فاطمة. انت من اهل خير يا ميشو. تمام يا فندم. متشكرة. وادي القهوة المظبوطة. أما نشوف بقى حكايتك إيه يا سيميشو. الاسم مشهور سيد حسان، تاريخ الميلاد 1984. ليست لديه أي سوابق، ذكي جدا، ثقة في نفسه ليس لها حدود، ذو مهارات خاصة ولياقة بدنية عالية. تم اتهامه في أكثر من 25 جريمة سرقة ولم تثبت أي تهمة عليه. لا يترك أي أثر وراءه، يعمل في كل شيء ولا يخاف من أي شيء. هو أنت بقى ميشو؟ أنا عايز الفازة دي. دي مش هتلاقيها، ولو لقيتها محدش هيفرط فيها. واضح انه شغل باربيني، الفريدو باربيني. خلاص تعمل لي زيها. مستحيل، دي تاخد شغل شهرين ومش هتطلع بالجمال والجودة ديت. باربيني، بقول لك ده شغل باربيني. هما 3 ايام واجي استلمها، والا جرى ايه يا ميشو؟ هو تهديد عشان ماسك عليا زله يعني؟ ها؟ بس احب افكرك، انت اللي طلبت مني دوت، قلت لي انتيكا يا فنان يا عظيم، عايز اشوف شطارتك، فقلت لك الورقه ام 100 يورو. قلت لي يا سلام برافو، عملت لك الورقه ام 100 دولار. قلت لي مش هقتنع بقى الا بالمصري، وضحكت عليا وعملت لك مصري 100 جنيه مصري، ومن ساعتها وانت بتهددني بيهم. ها بتهددني يا ميشو. شوف بقى استاذ انتيكا لما يروحوا للنيابه ها ويعرفوا انك مزور وعالمي كمان، يورو وجنيه مصري ويورو. انا مش مزور يا ميشو، انا فنان. ها قلت لي الفازه هتخلص امتى؟ شهر. لا انا شكلي هبلغ. اسبوع. ما تعرفش نمره النيابه؟ 3 ايام وتيجي تستلمها. طيب انا الحمد لله بقى قوي ان انا اطمنت عليك. سلام يا بطل. لمياء يا حبيبتي، وحشتيني يا لمياء يا حبيبتي. لمياء يا درة القلب يا حبيبتي يا نور قلبي. ها ايه رأيك بقى في الورد ده؟ تحفة صح؟ قولي عملت ايه في الدرس الخصوصي؟ ما لمياء انا بقول بقى يعني نخلي بقى موضوع الدرس ده بعدين، وخلينا في اللحظة الجميلة الرومانسية دي يا لمياء يا حبيبتي. انت يا فاطين. طيب ما بعدين بقى، عشان ده بص عمال يلعب كده بس هو سامع كل حاجة. ليه؟ ما انت كان حسك من شوية قد كده مجلجل، ويا لمياء يا حبيبتي وحشتيني والورد. انت حاضر. انا الحمد لله رب العالمين يعني اطمني، انا اديت الدرس النهاردة وكان زي الفل يعني. هو ما كانش زي الفل قوي يعني، هو كان زي الكاكاو كده، بس الحمد لله رب العالمين يعني. ادوك كام؟ ها؟ ادوك كام؟ ما خدتش حاجة. نعم؟ بص بقى يا لمياء يا حبيبتي، انا حبيت يعني ارضيكي وادي دروس خصوصية وارضي مبادئي وما اخدش فلوس. انت عايز تجنني؟ ليه؟ لا ده انت عايز تجنني. ليه؟ لا يا بابا
وادي وردك يا ماما. الحق يا ماما يا ماما. تروح تلعب واجري بقى. لا في اسرار هنا ما يصحش تسمعها. روح اجري اجري العب مع الاسد. اجري اجري. عارف لو ما مشيتش من هنا دلوقتي هعمل فيك ايه؟ حاضر حاضر. انا امسك. انا كمان حاسس ان انا اتاخرت قوي. ياه ده الواحد اتاخر بقى. امشي. السلام عليكم. وبعدين يا بونبون؟ ولا قبلين يا اخويا. هضمت الكباب اللي انا اكلته. اه انت مش شايف وشي؟ معلش. طيب روح انت بقى واستريح وبعدين نبقى نكمل كلامنا عشان مستعجل. مستعجل ايه؟ مستعجل ايه يا بيشو؟ بقول لك يا بيشو جاي مخنوق وقرفان وعايز اتفضفض معاك واكل بوكس في وشي. وبعدين بقول لك ايه؟ ما تاخدني معاك الحفله دي. لا مش هينفع. اخدك معايا ازاي يعني بمنظرك ده؟ وبعدين الحفله دي سبيشال وانا قلت لك انا مستعجل. ها ايه الترنج اللي انت لابسه ده يا سيد؟ سيد يلا. انت دايما مأخرنا كده سيد. انا برضو اللي مأخرك. اتفضل. واول ما لمياء حبيبتي شافتني في السيرك يا عمي لقيتها بقى ايه مزقططه وطايره من الفرحه ومرفرفه. ولقيتها قالت لي وحشتني يا فطين يا حبيبي يا قره عيني. وقعدت ساعه تتاسف لي. انما بقى ايه ابن اخوك تقيل قوي يا عمي. فين وفين بقى على ما رديت عليها وقلت لها وهي في وسط السيرك كله وكل الناس شايفاني كده لو سمحت يا لمياء روحي انت دلوقتي. حتى يا عمي كان الواد اللي اسمه كريم اللي بيمشي على الحبل ده اللي فاكر نفسه حليوه كان واقف ساعتها وسامع كل حاجه. برافو عليك يا فطين. الحمد لله رب العالمين. قول لي بقى حضرتك يا عمي عملت ايه؟ قلت قصيده عنتره وامرؤ القيس مع الورده الحمراء واعترفت ولا لا؟ امال ايه؟ اول ما دخلت عليا رحت قايل لها قصيده عنتره. وهي ايه بقى؟ ما اقولكش. لا قول يا عمي زي ما انا قلت. انا ما انا بقول اهو. زي ما تكون كانت مستنية تسمعها واعترفت لها بحبي. الله. قلت لها ايه بقى يا عمي؟ بس بقول لك ايه بالتفصيل. ها؟ قلت لها. قلت لها زي ما اكون بحلم ومش عايز اصحى من الحلم. زي ما اكون اتولدت النهارده من جديد. زي ما اكون عايز احبك وبس. حتى لو حبي مش واصل لك. حتى لو حلمك غير حلمي برضو هفضل احبك. الله الله يا انس يا جميل. ايه الكلام الرومانسي الجميل ده؟ انت عارف يا عمي انا لو منها مش هحبك بس لا 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 ده انا اموت فيك كمان. قول لي بقى وهي قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه عشان انا ما قلتلهاش حاجه من اللي انا قلتها لك دي. انا كنت بكذب عليك يا فطين. انت بتضحك؟ طب انا قايل. استنى بس يا عم انس. استنى بس. ما هو اصل انا برضه كذبت على حضرتك. يعني ما فيش حاجه من اللي انا قلتها لحضرتك دي حصلت خالص. عارف يا بيشو اهو اقل واحد من اللي موجودين هنا دول معاه 20-30 مليون. بس برضه يا ابو السيد احنا احسن منهم. وبعدين ما تنساش ان هم اللي دايما بيحتاجوا لنا. لا طبعا طبعا. بيشو تعال. روح كلم وسيبني بقى انا اشوف نفسي. بيقولوا الجمبري هنا طازه قوي. ماشي يا ابو السيد بس بقول لك خلي بالك لحسن الجمبري عمرك. يا راجل ده راح ازقزه. ايش يا ابو السيد؟ تعالى اعرفك على اكبر رجال اعمال في مصر. ده بقى يا جماعه ميشو اللي انا بحكي لكم عنه. اهلا وسهلا. فريد ليه بيقول عليك انك حدوته؟ لا والله علشان بس فريد بيه راجل شيك. ده بس من ذوقك. الله. يا سوزي انت مش هتضيفي ميشو ولا ايه؟ طبعا يا فندم ميشو ده ضيفي النهارده. بعد اذنكم. اتفضل يا ميشو. ميرسي. خد راحتك. ها.
يا شيكو واقف لوحدك ليه؟ مستني الاوتوبيس ولا ايه؟ لا وانت السادي مستنيك على ما تيجي تونسلي. يا سلام. اصل الوقفه من غيرك ما تلزش. طب ايه رايك ان الوقفه من غيرك انت تلز؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب المستورد ده هنا؟ ده مش مستورد وبس يا سادي عاوي. انت مستورد وسوبر كمان. بس بقول لك ايه؟ دي حاجة تقيلة قوي ما تقدرش عليها، دي تقلك انت وقالك بالدهب. يا سلام. ما تعرفش تاخد منها لحق ولا باطل. طب ايه رايك بقى في اللي يكلمها لك ويرقص معاها كمان؟ استك. مساء الخير يا سميرة هاني. اهلا. مساء النور. مساء الحاوي. محل الورد النهارده الصبح. ايه افتكرتك. اهلا وسهلا تاني. ها بزهق بسرعه. الحقيقه انا بشكر الظروف الجميله اللي خلتنا نتقابل مرتين في يوم واحد. ممكن نرقص؟ لا مش ممكن نرقص. وعلى فكره انا بزهق جدا من الطلبات المشابهه اللي زي دي في الحفلات المشابهه اللي زي دي. ممكن ارقص معاكي، ممكن نمت موبايلك، ممكن اوصلك، ممكن اكلمك بكره واعزمك على الغدا. بزهق بزهق. ايه الولية الزهقانة دي؟ ما رضيتش ترقص، جزمتها ضيقة وبتعرق. في ايه؟ باكو علال عليك وسيبني بقى احسن بزهق بسرعة. Everything is okay. فهمت بقى عم أنس أنا قصدي إيه؟ يعني أنت لما تصاحبه هيتعدل بقى؟ أيوة يا عم أنس أيوة. حضرتك ما تتخيلش هو كان مبسوط بي قد إيه. وأنا كمان بقى كده هاخده واحدة واحدة على الهادي خالص، وهفضل أدحلب فيه لحد إن شاء الله لما توبه. ياه تخيل عمي بابا ده طلع طيب قوي. يا ريت يا ريت يا فاطين يطلع زي ما بتقول، ولو اني مش مصدق. الليلة دي هفتحه في موضوع التوبة ان شاء الله، وانا قلبي حاسس يا عمي، وحضرتك عارف ان قلبي لا يمكن يكذب علي ابدا. طبعا انه هيسمع كلامي. انا متفائل قوي متفائل قوي. انت بقى عايزنا بطل سر. الله عليك يا ابو السيد يا جميل يا فهمني. وعاوزني اشتغل في محل الورد وبس. ولو مش عايز يا بابا تشتغل براحتك يا بابا، انا ممكن انا انزل اشتغل مكانك وحضرتك تقعد هنا في البيت معزز مكرم. انا احنا عندنا كام ابو السيد يعني؟ ومصاحبني اليومين دول على الاخر عشان تتوبني. وايه كل يوم تجيب اسداني وموز تقولش يا جدع هتتوب قرد. لا يا بابا، وانا النهارده ايه جايب لك ايه معايا؟ كباب وكفته. انت نسيت ولا ايه؟ يعني انا مروقك على الاخر اهو يا صاحبي. لا بصراحه ربنا يا صاحبي مروقني مروقني. انا كمان عمال اسال نفسي اقول الله يا ابو السيد هو الواد فاطين ماله؟ الله الواد فاطين لغوته اتغيرت خالص وما بقاش معقد ولا بيكلمني نحوي زي زمان. كنت بقرب منك يا ابو السيد علشان ادحلبك. ايوه علشان اعرف اقنعك وتثق فيا. والحمد لله خطتي ايه مشيت زي السكينه في الحلاوه. ايوه. وانت اتدحلبت على الاخر يا ابو السيد. بصراحه. لا وانت دلوقتي منتظر مني ان انا اتوب واجري جري اترمي في حضنك ودمعتي تفر من عينيا. اقعد انا وانا في حضنك انا وانت تطبطب عليا وتقول لي خلاص ما تعملش في نفسك كده يا بابا انا سامحتك. مش للدرجات يا بابا. لا
انا لا يمكن اسمح لنفسي ان اشوف دمعة حضرتك بتنزل قدامي. انا علشان كده بابا ممكن اغمض عيني وحضرتك بقى تقعد تعيط وتنهني وتدمع براحتك. او بص بابا ممكن حضرتك يعني افتح عيني وحضرتك تدخل اوضتك تعيط او تدخل الحمام تعيط. وطبعا عمك انس عارف كل حاجة. طبعا يا بابا. امال فلوس الاكل والشرب اللي انا بجيبها لحضرتك دي منين؟ ما هي منه. لا لا ده انت مظبط وواثق من نفسك قوي. هو بص يا بابا انا في الاول يعني بصراحة ما كنتش واثق يعني، بس بصراحة حضرتك اللي اديتني الثقة دي. تخيل يا بابا حضرتك طلعت طيب وعلى نياتك وبتدحلب بسرعة قوي قوي قوي. بابا بس حضرتك ما قلتليش انت مربطني في الكرسي ليه؟ لا ما دي اساس الصحوبية، الصاحب لازم يظبط ويربط صاحبه ويسيبه ويدخل ينام، بس قبل ما ينام يقول له ايه؟ ايه؟ تصبح على خير يا فاطين. وحضرتك من قال الخير يا بابا يا صاحبي. بابا حضرتك ما قلتليش بقى هتبطل سرقة امتى بقى؟ لما تشوف حالة مت ودنك. ها الله عليك يا بابا، الله عليك وعلى هزارك. اصحاب بقى وبيهزروا بقى مع بعض. ميشو كويس انك جيت علشان افرحك. لا انا فرحان على الاخر. مش ابوك هيبطل سرقه؟ هو اللي قالك؟ لا انا اللي قلت له، واديني بقول لك اهو. وقالك ايه؟ قال لي لما تشوف حالة مت ودنك، وسابني ودخل ينام. يبقى بالظبط زي ما هو قال لك. تصبح على خير. انت من اهل الخير يا ميشو يا حبيبي. يا سلام الهي يا رب تتوب انت كمان يا ميشو زي بابا. يعني انا لو ما كنتش طلعت فكيتك كان زمانك مربوط لحد دلوقتي. بس انا برضو لسه متفائل وعندي امل يا عم. اللي عمله فيك ده عمله معايا قبل كده، ده مفيش منه فايدة. يا عم ده كان بيهزر معايا، انا عارف ده بابا ده طلع طيب خالص وانا لسه عندي امل، وكمان لسه في ميشو. طب تعالى افطر معايا. لا معلش بقى عشان انا اتاخرت النهارده على المدرسه. سلام عليكم يا عم. مع السلامه حبيبي. عم انس بقول لحضرتك ايه، اوعى تقول لبابا ان حضرتك اللي فكتني لحسن يزعل. صباح الخير يا استاذ فاطين. صباح الخير افندم. ما قلتليش يعني هتاجي تاني ليه؟ مش جاي عباي كانك زعلان يعني من اللي حصل سابق يا استاذ فاطين. دول عيله صغيره هتاخد برضيك على عجل العيال. عيله صغيره؟ انت عارف يا جعيد العيله الصغيره دولت بقى وروني السواد في عز الظهر وانا خلاص من هنا ورايح مفيش دروس خصوصيه. يا استاذ فاطين. ولا يا استاذ فاطين ولا يا مستر فاطين، مع السلامه. فاطين لميا. ازيك يا لميا؟ على فكره يا لميا انا كنت عارف ومتاكد ان انت يعني هتيجي الصبح علشان تصالحيني صح؟ مش مشكلتي. اسمع انت مش قلت لي قبل كده ان ما عندكش مانع انك تدي دروس خصوصيه بغض النظر طبعا مبادئك الكريمه انك مش عايز فلوس. ياه اخيرا فهمتيني يا لمياء يا حبيبتي. طب اسمع انا اتفقت لك على كام درس خصوصي كده لكام طالب بس من بره المدرسه عشان ما يبقاش عندك حجه. كل اللي عليك انت تدي الدروس وانا اخد الفلوس. قلت ايه؟ لو كان كده ماشي. طيب اعمل حسابك ان اول درس هتديه النهارده بعد المدرسه. النهارده؟ النهارده يا فاطين. لو كان كده ماشي. ايوه يا اللي بتخبط مالك بالصرب عليا؟ انا ما اعرفش اقعد في البيت ده دقيقه واحده. ازعاج. السلام عليكم. انت مين؟ حضرتك انا مدرس الجديد اللي جاي ان شاء الله علشان يدي. خلاص عرفنا، خش جوه على السفره. اقعد يلا خش على منازلك. الواد الصايع صايع ما تقفش تنح لي كده. خش. انت واد يا زفت. ايوه يا ماما. تعالى يا اخوي، تعالى يا فرح المدرس الجديد كده، تعالى. حضرتك بلاش تعمليه بالاسلوب ده من فضلك. اسكت يا اخويا، انت ما تعرفش حاجه اصلا، ده فاشل وصايع ورمة. ما ينفعش الكلام ده قدام الولد خالص. لا ممكن بقى حضرتك تسيبينا دلوقتي علشان اديله الدرس؟ خش يا اخويا اشبع بيه يا اخويا وخد يلا انت وهو. ايه ده ايه ده استغفر الله.
العظيم يا رب. ها قول لي بقى حبيبي اسمك ايه؟ اسمه الزفت حمادة على دماغه ودماغه. يا ست ام زفت، قصدي يا ست ام حمادة، لو سمحت بقى ارجوكي بقى لو سمحت. عيب. ها قول لي يا حبيبي انت ايه اللي في المنهج انت مش فاهمه بالظبط؟ هو بيفهم ولا عمره هيفهم في يومه؟ ده مغلبنا الصايع الضايع الرن. يا ست ارجوكي بقى ارجوكي بقى لو سمحت بقى عايز اتكلم. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اتكلم يا اخويا اتكلم على راحتك. ما بناخدش منكم غير المدرسين غير الرطاطه على الرطاطه وعلى قله فايده. قول لي بقى يا حماده انا عايز اسمعك، ما تخافش. ما تقلقش يا حبيبي، بص انا عايزك تثق فيا ونبقى اصحاب. ماشي ماشي. دلوقتي نطعت يا صايع يا ضايع يا رمه. يا ست ام حماده بقى ارجوكي ابوس ايدك اسكتي بقى. عيب. قال لها دماغي صدعت ودني وجعتني. يا ساتر عليكي اسكتي. ما تتكلم يا خال، ما انتوا على طول ما فيكوش في بقكوا غير لطلطه 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 وفي الاخر على قله فايده وعايده. من هنا ورايح اللي هيلم نفسه ويمشي عدل هنساله كل اللي فات وافتح معاه صفحه جديده. انما اللي هيسوق بقى في الهبل ويفتكر نفسه صايع مش هرحمه. فاهمين ولا لا؟ خدوه. بصراحه فاضي انت مش عاجبني، وانا جاي نبهك انك بقيت عصبي قوي من دول. هي دي طريقتي يا عمر ومش هغيرها. اتفضل اقعد. المهم النتيجه في الاخر. قول لي اخبار ساره ايه؟ حضره الضابط ساره بنت عمك انت اللي بتسالني عليها؟ مش انت اللي مقتنع بوجهه نظرها وبتساعدها كمان؟ ما هو مصرف ايه؟ سيبها يمكن تنجح. مش هتنجح. انت بتقول كده عشان اختارت الواد اللي اسمه ميشو نموذج للرساله بتاعتها. قول لي صحيح انت قدمت طلب نقلك للمباحث في المديريه؟ ايوه. انت عارف الشغل هنا قليل قوي. انت عارفني بحب الشغل قد ايه. امال ليه انا حاسس كده انك قدمت طلب نقلك ده عشان تعرف تتعامل مع ميشو براحتك؟ يبقى مش هتشيله من دماغك يا فايت. مش قبل ما اسلمه بنفسي. جاي ليه يا ميشو؟ الصورة خلصت؟ ايوه خلصت. ستيشن تاخدها منه وزي ما فهمتك. تمام يا ميشو. وانت تجهز نفسك عقبال ما اجيلك، ها؟ علشان عايزك معايا في مشوار. لا مش هجهز ومش خارج معاك. ساعة زمن مش هتأخر، سلام. مش خارج ومش رايح مشاوير يا ميشو، ها؟ وانت واقف بتعمل ايه انت كمان؟ الصورة يا أستاذ أنس. خش خدها من جوه. طب يا أستاذ أنس مش هتصورني صورة كده؟ لما تبقى تفهم الأول. يبقى أنت بتقفلها في وشي. يا ابن الايه يا انتيكا؟ دي زي اللي في الصورة بالظبط. لا بتفهم. سامحني يا بغبيني. سامحني يا الفريدو. غصب عني غصب عني. أنت مش كنت بتقولي إنه مات؟ عايزه يسامحك إزاي بقى؟ الحمد لله إنه مات. مات عشان ما يشوفش شغله وهو بيتسرق. سامحني يا بغبيني. لا بس برافو عليك يا انتيكا. طلعت شاطر شاطر ولد. خد بقى حقك. انا مش عايز فلوس. مش عايز فلوس يا ميشو. انا عايز شغلي اللي بتهددت بيه. ماشي حقك برضو. مش قادر اقول لك حاجه. ادي شغلك يا انتيكا. الميت يورو والميت جنيه والميت دولار. بس خلاص اهم كده بقى انتيكا. فاضل لك ورقتين. طلعت شاطر يا حلو زي النهارده كده هيتقطعوا هما كمان. سامحني يا بغبيني. انا بقول لك انتيكا لو اي حد شاف التحفه دي بس يكون بيفهم في الانتيكات يعني هيعرف انها تقليد. لو بغبيني نفسه شافها مش هيقدر يدعي انها مش بتاعته. سامحني يا بربيني. ميشو ميشو ايه الودان راحت فين؟ ده انت مش معايا خالص. زي ما قلت لك كده بالظبط. خلاص زي ما قلت.
ايه ده؟ بس لو ابوك سأل عليك هقول له ايه؟ قول له راح مصلحة وبعدين هيخلصها ويرجع تاني. تمام، لو سأل عليك اقول له في مصلحة وانا غبي. تمام، هقول له زي ما انت قلت بالظبط. يلا يلا. يا عم انس ضايقتني، طب ما قلتلهاش ليه بس؟ مش عارف يا فطين، لساني اتلجم وما قدرتش اقول. ده لو تتعلم من فطين ابن اخوك، ده انا قلت القصيده كامله للمياء حبيبتي وهي واقفه متسمره ومندهشه وطايره من الفرح. مش كده لمياء حبيبتي؟ اه كده، بس ممكن بقى تشوف لي تاكسي عشان انا عايزه اروح، لاني تعبت من كتر القصائد الجميله، هتجنن. ما اجيب لها تاكسي منين بس دلوقتي؟ يا نهار ابيض، برشام حكيمي هبوس ايديكم، مش وقتكم خالص. انا معايا النهارده خطيبتي لمياء وعم انس، ابوس ايديكم، هتفضحوني. لا لا ما تقلقش، انا مقدر موقفك يا استاذ فطين، المره دي احنا مش جايين ناخدك خالص. بجد يا برشام؟ شكرا قوي قوي يا رجاله، والله العظيم انا كنت عارف ان انتوا هتقدروا يعني العيش والملح واللي ما بيننا. يلا يا عم انس. انا هو في حد غيرك هنا اسمه انس؟ يلا على فين، انتوا مين اساسا؟ هتركب معانا بالذوق ولا نركبك بطريقتنا؟ مين دول يا فاطين؟ ها ما حضرتك دول. ما حضرتك بقى عم انس اركب انت بقى معاهم، وانا يعني هوصل خطيبتي لمياء وهتصرف انا بقى. اركب انت بقى معاهم. اركب مع مين يا دي اشكالي تركب معاها دي؟ الله 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 الله، ده انت بتغلط كمان، ده انت شكلك كده مش هيجي بالسوق. انا انا في ايه يا حضرت؟ في ايه؟ ما يصحش عم انس، عم انس ايه كده يا حضرت؟ ما يصحش كده. مع السلامه عم انس، بالراحه عليها يا برشام انت وكاميا، هو هيطلع لوحده بالراحه. مع السلامه عم انس، حاسب الكاميرا. مين دول؟ انا هتصرف. ها مين دول يا فطين؟ عم انس. مع السلامة عم أنس، مع ألف سلامة. يعني مع السلامة مين دول؟ دول برشام وكيميا، يعني معرفة قديمة كده، وهم بيحبوا يهزروا معانا من وقت. ماشي يا شيكو ماشي، حصلت إنها توصل لعمي أنس. يعني خلاص يا معلم، كله في التمام. مش تمام قوي يا ستيشن. قال إيه لسه هتفكر وتقلبها في دماغها براحتها، أنا بقى مش هزهق بسرعة. شكرا يا معلم. طب بقول لك ايه يا معلم، طب ما تسيبك من سميرة هانم دي، طالما شايفه نفسها يعني، وتشوف مصلحه مع واحده غيرها. وريني كده، وريني. يلا يا معلم، قوم وش يا معلم، امشي. في امشي في ايه يا معلم؟ سيبني منها ازاي يا اخويا؟ دي سميرة، دي المصلحه الكبيره، سميرة دي العمليه الصح الصح، احط فلوسها على فلوسي واطمن، واول ما اطمن بقى اعمل حفله اعتزال وعرض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. بس انا مش هسكت، ده لما كان بيحصل معايا فكان ماشي بعديها، انما بقى يحصل مع عمي انس قدام خطيبتي لمياء، ده اللي مش ممكن ابدا يا بابا. ايه اللي حصل يا ولد؟ ها؟ جاك هوا، ما تنطق. رجالي شيكو مدريد خدوا عم انس يا بابا. ما ياخدوه يا اخويا، هو ده اللي مزعلك قوي. ايوه بابا يا بابا. عم انس انا، عم انس انا خايف عليه قوي. الوشني الوشني، هو ملوش دم يا بابا. ما تخافش يا اخويا على عمك انس. في ايه يا انت؟ تعالى يا بابا. في ايه انت؟ هو ايه اللي وداك هنا؟ معلش. الله، في ايه؟ ده هينبخهم عمك انس ده، هم من نفسهم هيجيبهولك لحد عندك. اطمن يا اخويا. يلا يا اخويا على اوضتك، خش نام. وانا مش هنام ولا هيجيلي نوم غير وعم انس نايم في سريره. مش انا اللي يحصل معايا كده يا استاذ شيكو مدريد، انت. واذا كنت ما انتش عارف مين انا اعرفك، انا انس الوجود حسان، تاريخ مشرف وبطل من ابطال حرب اكتوبر. يعني انا لا خايف منك ولا خايف من رجالتك دول. فلو سمحت، اولا خليهم يسيبوني، ثانيا يعتذروا عن الاهانه التي لحقت بي، ثالثا يوفروا لي وسيلة مواصلات مناسبة ومريحة توصلني لحد البيت، لأن الطريقة اللي جابوني بيها وجعت لي ضهري قوي. خلصت كلامك يا له؟ لسه ما خلصتش. لعلمك فطين ابن أخويا شاف رجالتك وهم بياخدوني. هنشوف بقى فطين هيعمل إيه عشان خاطر عمه. احذر
احذر من مخالب الاسد. اسمعني انا بقى عشان عايز الخص لك الصوره اللي جنبي دي، انت اللي مصورها ولا مش انت اللي مصورها؟ ايوه انا. رمضان بقى الصوره دي جت لي ايديا، وبساعد ما جت لي ايديا وعكرت لي دماغي وفورت لي دمي، عشان كده جبتك هنا بقى عشان تصور لي الصوره زيها كده انا واقف كده. التفاهه دي، انا مالي انا دمك اتعكر ولا ما اتعكرش؟ عايز تصور؟ تعالى الاستوديو اتصور، انما اصور كده بالطريقه دي بالعافيه لا يمكن يحصل ابدا. طب افهم، هتصور ولا مش هتصور؟ مش هصور. ولعلمك بقى ميشو ابن اخويا زمانه جاي، انت عارف ميشو ممكن يعمل ايه؟ بس ميشو عارف كفايه. عارف ميشو بس يعمل ايه؟ ميشو كفايه. ميشو سكتوه سكتوه. يا جماعه يا جماعه، النهار طلع علينا وبرضه محدش فيكم فهم اي حرف من الخطه اللي انا من امبارح عمال اشرحها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا فاطين يا فاطين، ميشو كان بيرسم الخطه واحنا بننفذ وخلاص، وعمره ما خد راينا في اي حاجه هو بيعملها. غلط غلط يا بونبوني، لان المهمه اللي احنا رايحينها دي مهمه خير وحق، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بيها، وكما قيل من ركب الحق غلب الخلق. اهو الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده فجاه هو اللي بيضيع الخطه من دماغنا. وكمان انا دوري هيبقى ايه يا استاذ فاطين؟ ايه يا سوستة اصبر عليا، ده عاشر مره تسالني السؤال ده. لا وعاشر مره فهمهولك يا سوستة. يا حبيبي انت اهم دور فينا، ده انت الجناح الايمن لينا كلنا. يلا يا جماعه انا عايزكم بقى تركزوا معايا والاخر مره، ها، علشان عايز ادي لشيكو مدريد ده درس خصوصي يطلع من نفوخه، عشان يبقى يعرف ان كله كله الا عمي انس. واذا كان بقى هو عنده دماغ فانا عندي دماغ احسن منه، واذا كان هو عنده رجاله فانا عندي دماغ احسن منه برضه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. جاي لك يا شيكو يا مدريد، جاي لك عشان تعرف ان للصبر حدود، واتقي شر الحليم اذا غضب. اما خليت عليها واطيها. معلش يا عم انس، معلش الخطه فشلت. معلش يا فاطين يا ابني، معلش انا مش زعلان، المهم ان انت حاولت. بس ما تقلقش يا عم انس، ما تقلقش، انا لسه معايا كارت تاني ان شاء الله هو اللي هيقلب الموازين كلها ان شاء الله، لانه هو قلب الهجوم. مش هو ده الكارت اللي انت بتتكلم عنه؟ سامحني سامحني يا فاطين، سامحني يا فاطين. سامحني يا عم انس، سامحني يا عم انس، المره الثانيه والاخيره الكارت اللي كان معانا اتحرق. هتصور ولا مش هتصور؟ لا بلاش بلاش يا عم انس، بلاش يا عم انس. حاضر يا فاطين هصور. تعجبني يا عمو انس، تعجبني قوي، وتصورني معاه ومعاهم كده وهو بيتعلق، وتبعت الصوره لسيد الحاوي ونكتب تحت الصوره دي ايفري سينكس اوكي امضاء. عمو انس يا رب الفيلم يتحرق، يا رب الفيلم يتحرق. مرحبا. يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا اخ ميشو، ولك نورت، الف مرحبا. انت ما بتعرف قديش انا بحب مصر، ولك انا نفسي من زمان زوره، ولك انا بحب مصر وبحب اهاليها وبحب اهراماتها وخان خليلها، بحب كل شيء فيها مصر، في احلى من مصر؟ ام الدنيا مصر. تعرف اللي في الصوره دي موجود فين دلوقتي؟ ابو الميش فريد بيه خبرني قبل ما تجي، بس انا بدي اقول لك شغله، المكان اللي موجود فيه هيدا الشخص يمكن يكون مكان خطر شوي. ما تقلقش، قول لي بس الاقيه فين وما تقلقش. ولك روق شوي روق شوي ابو الميش، انت هون ببيروت منك بمصر، هيدا المكان له خاصيته، انت ما بتعرف شي هون، هيدا البلد غريب من نوعه. انا بدي اياك تفكر شوي وتروق
بركي ما قدرت تنفذ الشيء اللي جاي مشانه. فين المكان؟ بكسكة الشيخ شطوع الشيخ شلمير. ها؟ مش بيك أبداي سكرت تزميك ولا اللي جابوك المكان هنا ما قالولكش ان دي مملكة ألدرادو؟ يعني محدش يقدر يخرج او يطلع غير لما يجي يستأذني؟ انت مش لعيب، دي غلطة تتعاقب عليها. انت مين؟ عايز ايه؟ اسمك ايه؟ ميشو. مصري؟ تعجبني يا مصري، تعجبني. الراجل اللي في الصورة ماشي تدور عليه ليه وتسأل؟ عايز منه ايه؟ في شغل ما بيني وما بينه. تاني؟ غلطة تاني؟ هتكذب تاني يا بيشو؟ ميشو تتعاقب عليها. الراجل ده بحمايتي، بيدفع لي عشان احميه. يعني لو في شغل بينك وبينه كان قال لي. صح يا هيشو؟ ميشو هيشو بيشو ميشو جو من فوق. سيبك غاف. ها اسمع، انا هسيبك تمشي بس الغلطه الثالثه بموتك يا مصري، مفهوم؟ توني إليك. نسيت أقول لك إن ألدرادو يحب ياخد تذكار من الأبضيات اللي زيها. إيه؟ غالية عندك قوي كده؟ مش كده؟ غالية ها؟ توني بس عايزك تعرف إني ما بحبش حد ياخد مني حاجة غصب عني. خلوا عينكم عليهم، هو اللي اسمه توفيق، في شي معهم بدي اعرفه. من بعدها خلصوا عليهم. يلا. اف، هذا اللي صار معك؟ شفت ابو الميش، انا ما كان بدي اياك تروح حتى ما يصير معك اللي صار. مين ألدرادو ده؟ شو بك وطي صوتك؟ هيدا ألدرادو من أكبر المجرمين هون ببيروت، وإله عيون ودينين مسطوطين كلياتهم بالسوق. هو أساساً تركي بس من جذور عربية، والناس بتخاف منه كتير كتير، بيحسبوله ألف حساب. هيدا الزلمة مجرم بيشتغل بكل شي كل شي، وأهم شي عنده الفلوس المصاري. قلتلي عرفت دلوقتي ليه توفيق سكن في الحي ده بالذات؟ ايه طبعا، لانه بيخاف انه يوصلوا له. بس انا اكيد انه توفيق ما خبر ألدرادو عن الالماظه، وقال له ألدرادو كان حصل على الالماظه وتخلص منه. صح يا نور، عشان كده توفيق هيحاول يتصرف فيها بسرعه قبل ما ألدرادو يحس باي حاجه.